اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الاسبوعي وهذه الحلقه الجديده من فقه الحياه. مشاهدينا الكرام، لعل اكبر المشكلات من وجهه نظر الكثيرين والتي نعاني منها في هذه الايام هو تعاركنا مع انفسنا، اذا صح التوصيف او التعبير، في كل يوم بل في كل ساعه، دونما الوصول الى حل لاصلاح نفوسها، وذلك بسبب ما شابها من ذنوب. وهذا الأمر بطبيعة الحال يجعلها تتخبط في التعامل مع الآخرين وأقرب الناس إلينا. في هذه الحلقة نقدم منظورا إيمانيا لما نسميه في هذه الحلقة التصالح مع النفس من وجهة نظر الإسلام. نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور الشحات العزازي، خطيب وإمام مسجد السيدة نفيسة. أهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. لدينا فاصل قصير نبدأ به الحلقة كالمعتاد، نخرج إليه بعده نبدأ النقاش معك لو تكرمت. أهلا بكم من جديد، وأرحب أيضا بطبيعة الحال بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور الشحات العزازي. فضلت الدكتور، يعني عندما نطلق هذه الكلمات في بداية هذه الحلقة، التصالح مع النفس أو التصالح مع الذات، يتبادر إلى الذهن أنه ثمة خلاف أو عداء أو مشاحنة تسبق التصالح. فهل ممكن أن يكون الإنسان عدو نفسه أو في خصام مع نفسه أو في خصومة مع ذاته؟ الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله، وبعد. أمر هام لا بد أن يدركه كل إنسان، ماذا تريد من هذه الحياة؟ أريد أن أعيش سعيدا. فإذا أردت أن تعيش سعيدا فلا بد أن تضبط علاقاتك مع نفسك، مع ربك، مع غيرك. دي اسمها العلاقات الثلاث أو المستويات الثلاث للعلاقات. المستوى الأول أن تضبط علاقتك مع نفسك، ولا بد حتى تضبط هذه العلاقة أن تعرف هذه النفس. فمن عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه عرفه ربه كل شيء، عرفه ربه كل شيء. الله تبارك وتعالى خلقني وخلقك بتركيبة فريدة، كل إنسان آية من آيات الله تبارك وتعالى، كل إنسان له بصمة فريدة، له حالة نفسية فريدة ليس لها نظير في الدنيا كلها، حتى إنك لا تستطيع أن تضع قاعدة تضبط كل النفوس. لما كنت أكرمني الله تبارك وتعالى في رسالة الماجستير كان عنوانها الإعجاز النفسي للقرآن الكريم. الإعجاز النفسي للقرآن الكريم كان لزاما أن أتعرض للحديث عن النفس البشرية. الشائع عند كل الناس أن هذه النفس لها مستويات ثلاث أو لها أنواع ثلاث. أولا النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، النفس المطمئنة. دي اسمها مستويات النفس. إما أن تكون أمارة بالسوء، هذه نفس لا تأتمر بمعروف، لا تعرف خيرا، لا تعمل خيرا، وذكرها ربنا سبحانه وتعالى وضرب لها مثال في القرآن الكريم بامرأة العزيز حين راودت يوسف الصديق عليه السلام عن نفسه، وفعلت وفعلت ودبرت وحاكت المؤامرات حتى وصلت في النهاية إلى أن ألقي في السجن. فلما انتهى كل شيء وسيدنا يوسف عليه السلام تمت إعادة محاكمته، فأحضرت امرأة العزيز وقالت وما أبرئ نفسي. ده اسمه إيه؟ أول خطوة من خطوات التصالح مع النفس، المصارحة قبل المصالحة. طب في النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس نفس فسدت؟ ما احنا هنجيلها اهو. طيب نفس أمارة بالسوء يعني إيه؟ يعني تدعوني دائما إلى الشر، أريد مالا لا أبالي من أي مكان، أريد شهرة وشهوة وظهور و فلا أبالي من أي مكان. دي نفس دائما تأمرني أن أحصل على ما أريد أيا كان الطريق، أيا كانت الوسيلة، أيا كان صاحب الحق، لا أبالي. فأنا أريد أن آكل، لو لم أجد طعاما آكله من الحلال أخطف من الناس، لا أبالي. أريد أن أتزوج وأتمتع، لو لم أجد زواج يفجر ويفعل ويفعل ويفعل. لسان حالها الغاية تبرر الوسيلة أيا كانت، اللي هو المبدأ اللي زي ما قال الميكافيلي أو الغاية تبرر الوسيلة أو المبدأ النفعي أو المذهب النفعي. امرأة العزيز تقول له وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. إلا ما رحم، يعني إيه؟ يعني هذه النفس إذا لم تهذبها أتعبتك، إذا لم تقودها إلى الخير قادتك إلى الشر. إذا لم تحملها على الخير والصلاح حملتك دائما على الفساد، إذا لم تتعبها في الطاعة أتعبتك في المعصية. دي النفس الأمارة بالسوء. هذه النفس إذا أردت أن أقومها وأن أهذبها أجعل من نفسي حكما عليه، زي رجل من الصالحين يسألونه ماذا تعمل يا فلان، قال أعمل بوابا. في أي مكان يعني أنت شغال بواب،
فأيضا قال لهم بواب على باب قلبي لا أدخل فيه إلا ما كان لله. يبقى أول شيء من إصلاح هذه النفس الأمارة بالسوء، لأن الإصلاح بداية التصالح، لابد أن تصارحها ماذا أفعلت من الخير وماذا فعلت من الشر. هذه النفس إذا أردت أن تعرفها وأراد الناس أن يعرفوها، هذه النفس امتزاج الروح بالجسد، امتزاج الروح بالجسد نفس، الروح وحدها التي بها الحياة هذه من أمر الله، وهي روح سامية دائما ترغب في الخير ودائما تحب الخير. ولذلك سيدنا جبريل عليه السلام سمي روح، المسيح عليه السلام روح الله وكلمته، كل شيء فيه إيمان وفيه يقين وفيه سمو وفيه طهارة يسمى روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن الكريم، لأنه يحيي الأرواح. إذا خرجت هذه الروح وانفصلت عن الجسد انفكت النفس، فالنفس التقاء روح بجسد. طيب الجسد بغير روح جثة أو جسد، الروح بغير الطين بغير هذه البنية التي تتركب فيها يروح من أمر الله تبارك وتعالى، لما التقي دبده بيحدث شيء اسمه إيه؟ الصراع. هذا الصراع والتوافق يضبطه الشرع وتضبطه علاقتك بالله تبارك وتعالى. فإذا ضبطت هذه العلاقة وصلت إلى المصالحة مع النفس، الله عز وجل يريدك دائما أن تكون متصالحا مع نفسك. كيف؟ أولا اضبط لنفسك أو اجعل لنفسك ميزانا وطريقا تسير فيه. طب أنا هستأذنك فقط لأنه في أمور كثيرة في حديث فضلتك بحاجة لإيضاح قبل أن نصل إلى كيفية إصلاح النفس. تقول أنه النفس الأمارة بالسوء بداية التصالح معها إصلاحها. نعم، أنت ترى عيوبها. نعم، هل كل نفس جبلت على هذا الأمر، أم أنه هذه النفس التي تتمادى في الغي لا تستطيع أن تحدد ملامح الطريق الصواب؟ الإنسان أولا خلق على فطرة سوية سليم، نعم، في قلبه إيمان ويقين بالله تبارك وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة. إيه الفطرة دي؟ معرفة الله والإيمان به والإقرار له. هذه مسألة منتهية ومحسومة، مسألة محسومة مهما بلغ الإنسان من معاصي وذنوب وأثام، مسألة محسومة، لأن هذا الإنسان يخلق نقيا طاهرا، لأن الأصل في الإنسان مش الرزيلة والخطيئة، الأصل في الإنسان الطهر والعفاف والكمال، لأنه صنعة الله تعالى. ولذلك لا تجد الطفل يكذب أيا كان دين أهله، يعني لو ولد أبوه مسلم، ولد أبوه مسيحي، ولد أبوه يهودي، ولد أبوه بوذي، ولد أبوه مجوسي، لحد 4-5 سنوات لا يكذب ولا يحب الكذب إلا أن يتعلم الكذب ممن حوله. نعم. ولذلك يقول لك الأطفال أبرار، أهدى صورة الفطرة السليمة النقية. ما الذي ينحرف بالإنسان؟ البيئة التي يعيش فيها أو الوسط الذي يتربى فيه. فإن تربى في بيئة صالحة اكتسبت النفس صلاحا من هذه البيئة. عظيم. ولكن ما أقصده فضيلة الشيخ أنه هذه الجذوة، جذوة الإيمان الفطري، تبقى متقدة داخل النفس مهما بلغت من آثام وذنوب ومعاصي، تبقى موجودة، تبقى موجودة، إنما متقدة لا. نعم. لماذا؟ لأن وقودها في طاعة ووصل بالله تبارك وتعالى يمدها دائما بالوقود حتى تظل وهاجة. فإذا توهجت هذه النفس المؤمنة الأبية وصلت بها إلى درجة اليقين أو الاطمئنان، دعنا نقول أنها تبقى على قيد الحياة، لا تبقى موجودة حية، لا تموت أبدا مهما ارتكبت من معاصي، مهما كانت المعاصي ومهما كان بعده عن الله تبارك وتعالى، قد يدركه لطف الله عز وجل في لحظة. نعم. متى تظهر هذه في الأزمات؟ نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يعني ليس هناك إنسان فطرته سليمة وإنسان فطرته ملوثة، كل البشر فطرتهم سليمة، لكن البيئة تنحرف به، والتربية تنحرف به، والوسط الذي يعيش فيه قد ينحرف به، قد ينحرف به التعليم الذي تعلمه، قد ينحرف به المذهب الفكري، قد تنحرف به أزمة طرأت له في حياته وعجز أن يتفاعل وأن يتصرف معه، قد ينحرف به قرناء السوء وأصحاب السوء، قد تنحرف به مطامع الدنيا وأهواها، إلا أنه تبقى جذوة الإيمان أو الفطرة السليمة كامنة في قلبه، تحتاج فقط إلى أن تنفض عنها التراب ثم تغسلها لترتوي شجرة الإيمان، فيخرج لك من هذا الإنسان الذي كنت تظنه فاجرا وكنت تظنه كافرا وكنت تظنه منفلتا، يخرج منه إنسان آية من آيات الله تبارك وتعالى في حب الخير ومحبة الناس أيا كان دينه، لأن هذه فطرة سوية. ولذلك ترد المهاتما غاندي مع أنه رجل ليس مسلما، ترد أنه يعجب بالإسلام وبنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ويكتب فيه كلاما جميلا. ترد أن كثير من المفكرين وكثير من الأدباء وكثير من العقليات السياسية والقيادية الجبارة في تاريخ البشرية وإن لم تكن مسلمة يعجبها هذه الأخلاق
التي قالها قس بن ساعد الإيادي وهو لم يكن رجلا مسلما وإنما كان من فصحاء العرب في الجاهلية، لما سمع كلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، لا يكونن لهذا الكلام شأن. فهذا الرجل إن لم يكن نبيا فهو في أخلاق الناس حسن، إذا لم يكن هذا الكلام ينم عن دين فهو في أخلاق الناس حسن. هذه الفطرة السليمة هي النفس السوية المطمئنة، هذه النفس دائما تنتظر منك أن تصافحها وأن تصالحها. عظيم، وهذا يعني يعطي دلالة قوية وتأكيد من حضرتك أنه حتى هذه النفس الأمارة بالسوء الأمل في إصلاحها يبقى قائما كبير. ما بقيت في الجسد ما بقيت فيه حياة. نعم، بس بشرط فضل أن تجد مصلحا خبيرا يعرف العلة ويحسن وصف الدواء، أن تجد إنسانا يملك المفتاح الصحيح لهذه الشخصية، لأن كل شخصية لها مفتاح، هذا إنسان عصبي، هذا إنسان حالم، هذا إنسان جبار، هذا إنسان هادئ، هذا هذا هذا، لأنها موجات عجيبة وأطياف غريبة في هذه التركيبة البشرية التي خلقها رب العالمين تبارك وتعالى. لكنك في كل حال لا تيأس أبدا من رحمة الله، مهما بلغ سوء هذه النفس ومهما بلغ سوءك أو ظنك في نفسك أنت، أنا قد أظن في نفسي السوء، يقول لك هل سيغفر الله عز وجل لي؟ نعم. بعد كل ما فعلت، فهذا يلقي على النفس ظلال كثيفة من اليأس. الله عز وجل نهانا أن نيأس، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل دائما يريد أن يأخذ بيدك، تصالح مع نفسك، فإذا تصالحت مع نفسك اصطلحت مع الكون كله. كيف أتصالح مع نفسي؟ أنا سأذهب أيضا نبقي هذه المسألة كيفية التصالح، لأنها ستكون يعني في صلب هذه الحلقة، ولكن تمهيدات أرض أيضا مهمة. نعم. يقول ربنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. هل مناط الإصلاح هنا لله سبحانه وتعالى، والإنسان ليس بيده شيء، لا يقدم ولا يؤخر في مسألة يعني هداية النفس أو فجورها؟ إذا أردت أن تفهم قضية قرآنية، العلماء علماء القرآن وعلماء التفسير يقول لك إذا أردت أن تستوعب الصورة كاملة فلا بد أن تأتي بكل الأجزاء وإن كانت مفرقة. نعم. تعالى الحديث القرآن الكريم عن النفس البشرية، تجد في القرآن الكريم 56 طيف من أطياف النفس. 56 هي قول واحدة فضلت الدكتور، النفس كما أوضحت هي التقاء الروح بالجسد. بالجسد من الممكن أن تعني الروح أحيانا؟ قد تعني الروح أحيانا، بيقول لك إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لا أرجو أن توضحها. يعني إذا ذكرت النفس وحدها تبقى الروح والنفس. إذا ذكرت الروح وحدها برضو تبقى النفس والروح. إذا ذكرت الروح وذكرت النفس يبقى دي لها معنى ودي لها معنى. يعني مثلا في الآية الكريمة: الله يتوفى الأنفس حين الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال لك ما دامت الروح متعلقة بالجسد فهي نفس. نعم. الله يتوفى الأنفس، هذه نفس، فإذا خرجت الروح من الجسد صارت الروح روحا والجسد جسدا ولم تعد تسمى نفس. نعم. يبقى الله عز وجل حين أنام أنا وأنت هذه نفس نائمة، إنسان. نعم. نائم له نفسه. نعم. طب إذا خرجت الروح، ولكن ما يصعد لله سبحانه وتعالى هي الروح. الروح ولكنها تبقى أيضا تبقى متعلقة بالجسد، لها تعلق، لو هزيت فلان ده وهو نائم هينتبه. طيب إذا انقطع تعلقها بالجسد خلاص خرجت الروح، أصبحت روحا خالصة. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى البنية كلها سماها توفي، هنا قال الله يتوفى الأنفس، في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي يكلب يتوفاكم، ما قالش الجسد، ما قالش الروح، ما قالش النفس، لا. هذه البنية كلها يتوفاها الله تبارك وتعالى. نعم. إني متوفيك ورافعك إلي في حديثه إلى سيدنا عيسى. نعود إلى ونفس وما سواها، تؤكد على أنه لابد أن نفهم المعنى في معنى متكامل، سياق كامل. لما تجي للآيات تقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، يبقى أنت الذي تزكي نفسك، وقد خاب من دساها. الله عز وجل قال لك هذا طريق وهذا طريق، ولكن ما المقصود بإلهام الفجور والتقوى في الآية التي سبقتها؟ وألهمك، يعني ألهمك. نعم. يعني بيّن لك الطريق هنا وهنا، وجعل في نفسك شعورا بهذا الطريق وإحساسا به، وشعورا بهذا الطريق وإحساسا به. هذا يقودنا من جديد إلى جذوة الإيمان التي أشرنا إليها. الإيمان موجود في قلبك، لكن الله تبارك وتعالى يقول لك إن هذا الطريق غايته الجنة وفيه كذا وكذا وكذا، وهذا الطريق غايته النار وفيه كذا وكذا، وأنا لا أتحكم عليك في اختيار الطريق، فاجتهد أن تختار الطريق الصالح. قد أفلح من زكاها بالطاعة وبالقرب من الله تبارك وتعالى،
وقد خاب من دساها، يعني دساها يعني يعني أخفى جذوة الإيمان فيها. نعم التدسية. ولذلك عندنا فلان بيقول لك فلان هذا دس دس الطعام، يعني خبأه. نعم. خبأ الشيء. قد أفلح من زكاها، أي أظهر ما فيها من كوامن الإيمان وعلاها. وقد خاب من دساها، أي ستر هذه الكوامن الإيمانية وأخفاها في داخل النفس، بس أخفاها، لم يقل أهلكها، لم يقل أتلفها، لم يقل أفناها، هي باقية. إنما قال دساها، يعني هي باقية، وهي باقية دي تفتح له باب الأمل. كيف؟ يقول له هي موجودة، متى بحثت عنها وجدتها. نعم. يقول له طب أنا يا ربي لا أعرف الطريق، أنا خبأتها ونسيت المكان الذي خبأت فيه. قال له ارجع إلى ربك فهو يعرف لك الطريق. عظيم. طب حركة وضحت أنه يعني إصلاح هذه النفس لابد لها من وجود مصلح خبير. نعم. ولا يأخذ الأمر يعني بشكل بسيط، لابد من شخص ما على دراية بكيفية إصلاح هذه النفس. نعم. ولكن ماذا لو أفترض مع حضرتك الفرد الذي ربما لا يكون حسنا، ماذا لو انتشرت في المجتمع هذه النفس، أصبح المجتمع كله نفوسا أمارة بالسوء؟ نعم. الله عز وجل دائما يفتح لي ولك باب الأمل. أضرب مثال رائع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل ثلاثة من أصحابه إلى حي من أحياء العرب، فرجع الأول فقال له يا رسول الله ما وجدت قوما أصلح ولا أخير منهم، خير الناس. نعم. قال صدقت. وجاء رجل آخر فقال له يا رسول الله ما وجدت قوما أفجر منهم، قال صدقت. جاء الثالث على ذات على نفس الحي. نعم. على نفس القبيلة، على نفس المكان. جاء الثالث فقال له يا رسول الله فيهم الصالح وفيهم الطالح، قال صدقت. نعم. يعني في داخل النفس الواحدة كل الأطياف، وفي آخر داخل المجتمع الواحد كل الأطياف. نعم. كيف؟ هذا الرجل صالح، فلما نزل بلدا أول ما دخل، دخل فين؟ المسجد، فورد المسجد ممتلئ، فقال هذا البلد كلهم أهل صلاح لأنهم ملأوا المسجد. الثاني ليس كذلك، أول ما دخل البلد دخل خمارة، فورد الخمارة ممتلئة، فقال ده أفجر الناس كلهم سكرية. نعم. الثالث وقف على قارعة الطريق، فورد جماعة دخلوا المسجد وجماعة دخلوا الخمارة، قال فيهم الصالح وفيهم الطالح. الطالح. نعم. يبقى دائما هناك الأمل في الإصلاح. كيف هذا؟ كل المجتمع فاسد. يقول له أنت لم تنظر إلى كل المجتمع، وإنما نظرت إلى ما ظهر على السطح، اضرب في العمق ستجد الصالحين. يقول له أين تنظر؟ قال له والله نظرت إلى الشارع فوجدت كل من في الشارع يكذبون ويخدعون ويغشون و. قل له هل نظرت إلى المسجد؟ يقول لك لا لم أذهب إلى المسجد. قل له اذهب إلى المسجد، واذهب إلى المعهد الذي تتعلم فيه، واركب وسيلة مواصلات. نعم. انظر إلى كل مكان في المجتمع، ستجد الفساد في مثلا نسبة 60% 70%، لكن يبقى هناك نسبة من الصلاح تحتاج إلى أن تكون منهم. ولذلك جاءني مرة طالب في كلية الحقوق فبيسألني، بيقول لي والله أنا زميل لي أو صديق لي قال لي لا تدخل كلية الحقوق. طب أنت في سنة كام؟ قال أنا في سنة تانية أو ثالثة. طب أنت عايز إيه يعني؟ ماذا تريد؟ قال لي والله أريد أن أترك الكلية. نعم. لماذا؟ المبرر عنده إيه؟ أنه قانون لم يستمد من الشريعة الإسلامية، القانون اللي أنا بدرسه ده. نعم. أو اللي أنا بعد كده أحكم به ده مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. وجاب لي ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله الكافرون الظالمون الفسق الله. طيب قلت له طيب أفترض معك أنه مخالف، مع أن الحقيقة ليست كذلك. نعم. لأن في فرق كبير بين لم يستمد من الشريعة وبين غير موافق وبين مخالف. نعم. في فرق كبير. لا. ليس هناك تضاد، وليست هناك معارضة، وليست هناك محاربة. يعني قانون لا يحارب شرع الله قد لا يستمد من الشريعة لكنه لا يحاربه. نعم. طيب قلت له طيب بعد 10 سنوات هجرت أنت وكل من عنده دين هذا المجال، وجاء مظلوم يطلب حقه، من الذي يتصدى لأخذ الحق له؟ لن يجد من يقف لأخذ حقه ممن يعرف الله. طب ماذا أعرف؟ استمر في هذا المجال وابرع فيه حتى تصل إلى مكان التغيير فغير. إن كان التغيير مطلوبا، إن كان التغيير، إن كان التغيير ضروريا أو ملحا، لأن وجهة نظري مردود عليها كما وضحت في حضرتك. أهو يعني حتى ولو كانت وجهة نظرك صحيحة
يقول لي والله أنا لا أريد أن أعمل في وظيفة كذا، لماذا؟ قال لي والله كل من فيها أهل ضلال. يقول له والله إذا عملت أنت فيها سيكون كل من فيها أهل ضلال إلا واحد. هذا أمر حسن. حسن. من وبعد أيام من منظوره هو على الأقل يعني. من منظور الشرعي. لا يعني إذا افترضنا فرض جدلي أن فرض جدلي أن كل من فيها فاسد فأنت لست فاسدا. أنهم أهل سوء كلهم يعني. إذا كانوا كلهم فاسدين فأنت لست فاسدا، فلماذا تحرم هذا المجال من إنسان صالح؟ أذنك فقط دكتور. معنا دكتور هاشم بحري رئيس قسم طب نفسي في جامعة الأزهر عبر الهاتف، نتواصل معه وبعد ذلك نكمل الحديث. أهلا بك دكتور هاشم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. حديثنا عن التصالح مع النفس يا دكتور هاشم، هل تعتقد أنه حالنا في مجتمعاتنا المختلفة نحن بحاجة ماسة بالفعل إلى التصالح مع ذاتنا وأنفسنا، أم كيف تبدو الصورة من وجهة نظرك؟ هو التصالح مع النفس المعنى بتاعه هو اني اتعرف على امكانياتي الشخصية، ايه مصادر قوتي ومصادر ضعفي، ازاي اقدر اتعامل مع مصادر القوة وازيد من قوتها، ازاي اقبل هذا الضعف واشخصه واتعامل معاه لتحسينه. نعم. واحوله بدل ما هو مصدر ضعف الى مصدر قوة، واني لا اخجل من هذا الضعف، بالعكس انا اواجهه واشخصه كويس ولا أداري عليه ولا أضع فيه نوع من أنواع ما نطلق عليها علميا الحيل الدفاعية، يعني أكذب، أسقط ما في داخلي على الآخرين، إن أنا أزيح أخطائي على كتف آخر. دي كلها حاجات بتخلي الواحد الجزء السيء اللي فيه ينمو أكتر، ويبقى هو متصور إن الناس مش شايفاه ومش واخدة بالها منه، وعلى العكس الناس بتبقى واضح جدا بالنسبة لها ان هو بيلف ويدور وان هو لا يرى نفسه جيدا. فالانسان المتصالح هو من يرى قوته وضعفه، واحنا فعلا فعلا في امس حاجة، وخصوصا القوة. القوة دكتور، القوة والضعف هنا المقصود بها الالتزام بالقيم الاخلاقية او الانحلال منها. بالضبط. نعم. هو زي ما حضرتك بتتكلموا ان احنا الجماع النفس المطمئنة، وهي الجماع ما بين النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. نعم. احنا كلنا فينا هذا الموضوع، ما حدش يقدر يقول ان ملوش شيطانه، ملوش اخطائه، ملوش نزواته، كلنا هذا الانسان، وان ربنا هو اللي بنلجأ اليه انه يدعمنا ويوقفنا على رجلينا ويبعد عننا الشيطان. نعم. لكن علشان ربنا يساعدنا لازم احنا نعمل خطوة ان احنا نسعى الى مقاومة ضعفنا. ولكن برأيك ان انا مناش ضعيف وان انا لا اخطئ. نعم. هذه في الحقيقه دي الانبياء المنزهين عن الخطا. ولكن برأيك يا دكتور، برأيك ما الذي يعني ادى ببعضنا للوصول الى هذه الحاله، حالات الضعف النفسي كما وصفها حضرتك، الانحلال من القيم الاخلاقيه؟ هو الضعف النفسي اللي موجود من يوم ما ربنا خلق الانسان، ولكنه بقى في مرحله احنا شفناها في السنوات الاخيره، كان فيها الإنسان لما يغش ويكذب وينافق يبقى هو ده اللي يصل إلى أحسن المراكز. نعم. وبالتالي الناس بقى جزء من تركيبتها إنه قول الصدق لا يؤدي إلى تحسن الوضع، بالعكس ده أنا ممكن يحصل لي مشكلة، إن أنا ممكن يحكم عليا، إن أنا ممكن أضطهد، فبقى دايما الملاوعة والتخبئة و ان الواحد يغدر بواحد علشان يبقى هو اللي ياخد المنصب، كل دي بقت هي. نعم. الجزئية اللي الناس بتسعى اليها وليس السعي الى تحسين الخلق. يعني حضرتك المجتمع نفسه او الاطر الحاكمة للمجتمع هي سبب في هذه المشكلة؟ طبعا دايما في الانسان في نمو النفسي بيمر بثلاث مراحل، كل ما يكون طفل كل ما يتعلم سلوكيا من الثواب والعقاب، كل ما الانسان بيكبر بيتعلم من القدوه، فلما بتكون القدوه صالحه وقادره على التعامل بوضوح وبدون كذب، الناس كلها بتطلع صادقه وبتبقى عندها قدر ضخم جدا من المحاسن الخلق، لكن لما بتكون القدوه سيئه طبعا الناس بتبقى سيئه. هذه المشكله يا دكتور يعني تنفصل عن من يحكم مجتمعاتنا أم أنها مرتبطة ارتباط وثيق بها؟ بمعنى أنه يعني الحاكم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية إذا أرسى هذه القيم التي يبنى عليها المجتمع
بالتالي لن نجد يعني أناسا في حالة ضعف نفسي كما وصفتهم حضرتك، في حالة بعد عن القيم الأخلاقية السامية التي نرتضيها جميعا. هو دلوقتي احنا مجتمعنا ما زلنا حتى في المجتمع الأبوي اللي احنا فيه نتبع الحاكم بشكل أكثر خضوعا، يعني بيبقى شايفين ان هو الصح دائما. نعم. فبنتبعه، ولكن كل ما المجتمع التعليم فيه بيزداد والثقافة فيه بتعلو، الإنسان بيبقى عنده قدرة على أن يرى أن رأي الحاكم ممكن أن ينقد، وأن هو بيقول حاجة، لكن الحاكم كمان القدوة اللي بيعلمها للناس أن أنا رأيي ممكن صوابه لكن يقبل الخطأ، مفيش مشكلة أن أنا أكون كقدوة بتعلم من الآخرين. من أول يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بيعمل كده وبيسمع لرأي الآخرين، إلى أي إنسان في الدنيا أنه رأي الآخر ده مهم جدا، سواء كان ان انا بقوله ده صح او غلط اسمع للاخرين. نعم. حضرتك بتقول حتى هذه اللحظه نبقى مجتمعات ابويه على حد وصفك. نعم. حتى نعم. حتى بعد يعني هذه الثورات التي شهدتها بعض الدول العربيه. لا، اصل ما بتتغيرش ثقافه الانسان كجموع الشعب مره واحده، الحكايه بتاخد وقت، وخصوصا في الدول الحضاريه زي حضاره مصر دوله عتيقه جدا وتغيير السلوك فيها بطيء. فانت طبعا اتغيرت، بس التغير ده ما هواش تغير سريع وقوي وضارب في الجذور، ما زال الموضوع محتاج. انا بتكلم على كل شرائح المجتمع، الشباب طبعا بيكون اسرع وبيكون عنده النهضة قوية جدا والتغيرات سريعة، لكن بتكلم على جموع الشعب من الفلاح المصري للعامل للناس اللي موجودة في اطراف الدولة، الناس دي تغيير سلوكياتها القدوه بيكون ليها قدر كبير جدا، من رئيس القبيله لرئيس القريه العمده، يعني كل دول بيشكلوا قدر كبير جدا. الامام الاسيس في الكنيسه بيشكلوا جزء ضخم جدا من وعي الانسان المصري. اشكرك شكرا جزيلا دكتور هاشم بحري، رئيس قسم الطب النفسي في جامعه الازهر الشريف، شكرا جزيلا لك. اعود اليك فضيله الدكتور الشحات العزازي، هل من تعقيب ام انتقل الى النقطه التاليه؟ اعتقد ان الدكتور هاشم يعني اتفق في كثير مما طرحته سابقا. في شيء رائع قاله الدكتور، لابد اولا حتى تتصالح مع نفسك. نعم. ان تعرف قدراتك وامكاناتك، هذا سماه علماء التربيه، احنا عندنا اول مذهب في التربيه تربيه اشخاص اللي هو تربيه النفس، المذهب الصوفي. نعم. مدرسة التصوف دعك من صوفية الدراويش أو ما يقال عنهم من أفسدوا، لكن الصوفية الحقة كمذهب فكري ومدرسة تربوية إسلامية كان لها دور رائع في نشر كثير من القيم الأخلاقية، ده اسمه مذهب تربية هدفها تربية وإصلاح هذه النفس. قال لك المصارحة قبل المصالحة، فإذا أردت أن تتصالح مع نفسك فأولا لابد من المصارحة، أن تعترف بما لك وما عليك. نعم. أن تعرف أخطائك فتقر بها، وأن تعرف ميزاتك فتعدها فضلا من الله، فإذا حدث بينك وبين غيرك خلاف. نعم. أو أنت مع نفسك. نعم. تصارحت مع نفسك، فبعد المصارحة مسامحة. نعم. يعني لابد أن تتسامح مع نفسك، لابد أن ترضى عن نفسك، وليس رضاك عن نفسك غرورا بها، ليس اغترارا بهذه النفس. نعم. وإنما رغبة في هذه النفس أن تكون على أعلى درجة من الإيمان واليقين ليدوم لك الوصل بالله تبارك وتعالى، اللي هي درجة أو مقام الرضا، أن ترضى بالله تبارك وتعالى وترضى عن الله ليرضيك الله تبارك وتعالى، اللي هو أن تعرف ماذا تريد وماذا يراد منك وماذا يراد بك، فتتفق هذه المرادات الثلاثة، تتفق هذه المرادات الثلاثة على ماذا؟ لتحقق الأمان لهذه النفس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لم يقل تطمئن قلوب هؤلاء الذين ذكر، لا، كل إنسان إذا ذكر الله تبارك وتعالى اطمئن قلبه، حتى ولو كان غير مؤمن، حتى ولو كان غير متدين، حتى ولو كان إذا ذكر الله حتى لو كانت لمحة خاطفة من زمان أو في حال من الأحوال يجد القلب اطمئن. فإذا اطمئن القلب سكنت
النفس. ولكن كيف أذكر الله وهو غير مؤمن؟ هو لا يذكر الله ويسمع ذكر الله تبارك وتعالى. تقصد أن يكون حاضر في مجلس فيه ذكر لله تبارك وتعالى، يطمئن القلب، تتنزل سكينة تشع في كل هذه القلوب. لأنه لو لم يصل لهذه الدرجة ما انتقل الكافر من الكفر إلى الإيمان، لأنه ينتقل في حالة روحانية من هذه الأحوال. نعم. هو بعيد عن الله تبارك وتعالى. لولا أن الذكر والإيمان بالله تبارك وتعالى يشع من هذه النفوس المتوهجة التي آمنت بالله فيتسرب إلى تلك القلوب المظلمة لم يحدث هناك مصالحة مع النفس. وهذه رحمة كبيرة من الله، رحمة من الله تبارك وتعالى اللي هي تجرنا إليه. كنا نتكلم عن النفس الإيه؟ الأمارة بالسوء. يعني نفس أمارة بالسوء يعني تريد كل شيء أيا كان الطريق. نعم. الإنسان آية من آيات الله تبارك وتعالى، ليست هناك نفس تتحكم فيه طول الخط. يقول لك شو فلان ده نفسه أمارة بالسوء. هذه النفس الأمارة بالسوء تأتي لها لحظات تبقى نفس لوامة، تأتي لها لحظات تصير نفس مؤمنة نقية طاهرة ليست. لكن الغالب عليها أو أغلب الأوقات أن عند 24 ساعة في اليوم، ال 24 ساعة دولت منهم 20 ساعة نفس أمارة بالسوء، عند الأربع ساعات دول منهم ثلاث ساعات نفس لوامة وساعة نفس ساكنة راضية مطمئنة. لكن الغالب عليه أنه نفس أمارة. هذا أمر جيد؟ هذا أمر جيد أن يبقى فيه بصيص أمل. نعم. مش أمر جيد أن تغلب عليه صفات يعني السوء. لا يكتفي بهذا القدر يعني. لا يكتفى بهذا القدر، وإنما يبدأ في تربية نفسه. النفس اللوامة تعمل إيه؟ تبدأ تلومه على فعل الشر. طب سؤال بسيط جدا في مسألة النفس الأمارة بالسوء. نعم. والعياذ بالله، وهذا هذا الطرح طرحته مع فضيلتك، إذا انتشرت في المجتمع وأصبح المجتمع كله نفوسا أمارة بالسوء، هل هذا يستوجب غضبا من الله سبحانه وتعالى أو عقابا ينزل بهذا المجتمع؟ إذا انتقلوا من مجرد الأمر إلى غاية الفعل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنت ستين في الحديث اللي رواته أمنا السيدة عائشة رضوان الله عليها، بيقول يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخره. فقالت يا رسول الله فيهم أسواقهم وفيهم من ليس منهم، ده طلع معهم ناس منفعين، أو واحد مشي في الطريق فلا يريش مشي فمشي معاه، أو واحد مجبر ومكره، قال يخسف بأولهم وآخرهم ويحشرون على نيتهم. كل في القرآن الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اللي هو المبدأ العسكري اللي كنا بنتعلمه أول ما دخلنا الجيش، الحسنة تخص والسيئة عم. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعربي من شر قد اقترب، فستين السيدة أم فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بإصبعي، فستين السيدة أم سلمة تقول له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. حضرتك عندك في الفصل 100 تلميذ، المئة تلميذ دول فيهم 80 تلميذ نعم رسبوا، نعم، وفيهم خمس تلاميذ من أول الجمهورية. لما تريد تحكم على الفصل خايب ولا شاطر؟ والله مسألة خايب لأن أنا عندي فوق 80% رسبين، فوق 80% شخصين. عندك أول الجمهورية، عندي الخمسة أول الجمهورية، ده اسمها ملكات شخصية. ملكات شخصية، كل واحد الملكة بتاعته خلته الأول، ده الملكة بتاعته خلته الثاني. بس التعليم خطأ، منهج التعليم خطأ، ده طلع فز كده عبقرية رزقه الله إياه، لكنه مش حكم على المجموع، لكنه مش مقياس لهذا، مش مقياس للمجموع. ده فصل فاشل ومدرسه فاشل ومدرسته فاشلة. مش معنى ان انا طلعت الخمسة الاول على الجمهورية من وسط 100 واحد يبقى انا عندي نسبة النجاح 5%. بس دقني القول فضيلة الشيخ، برأيك هل كثر الخبث كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا ام ما زال الخير كامن في النفوس، لكنه عند الازمات تبدأ شيء. المسألة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الرعد، أنزل من السماء ماء نعم فسالت أودية بقدرها، هذا يأخذ على قدره وهذا على قدره، فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض. يمكث في الأرض. احنا دلوقتي جاء سيل، هذا السيل جرف كل ما في الطريق من كذب من نفاق من خداع من غش، وهذا الكذب والنفاق والخداع والغش والعمالة والخيانة هذه كلها أشياء خفيفة فظهرت على السطح، فتأتي رياح التغيير والصدق واليقين فتزيحها على الأطراف، ثم تأتي الشمس فتجففها. هذا يحتاج إلى زمان. نعم. يحتاج إلى ولكن اليقين. ولكن لليائسين أن الخير يبقى قائم، الخير موجود،
الله عز وجل قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.